دي بتزعلي من النقد يا دورة؟ زمان كنت بزعل اكتر. لا النقد مش الشتيمه او الغلط، يعني النقد ان حد يقول لك انك ما عرفتيش تعملي ده نقد. لا موضوعي كده. بص لما بحس ان النقد موضوعي وبحب او في حاجه حقيقيه، لاني انا اول ناقد لنفسي او ناقده لنفسي. انا في اعمال عملتها في بدايتي ما احبش انها تيجي على التلفزيون، مش عايزه يعني بابا مش عايزه اشوفها، مش عايزه اشوف نفسي، احس ايه ده انا كنت عبيطه قوي يعني، او كنت يعني لسه طبيعي كده مفيش نضج بجرب الدور ده ما كانش لايق عليا، ما عرفتش ما اعرفش يعني. في حاجات كده ممكن انا نفسي ما كنتش حباها، واقول لو عملتها دلوقتي تاني هعملها بشكل افضل. ده طبيعي وعند ناس كتير يعني، ما اعرفش يعني بقيت زمايلي ايه، بس احنا معظمنا بيبقى عندنا ده. كل الناس بدايتها ما كانتش زي بعد كده يعني. بس كمان انا حتى لغايه دلوقتي في مشهد ساعات اشوفه ده ما كانش احسن تيك، ده كان يا ريتني عملت يعني كده. حتى ساعات وانا بمثل يعني ممكن اقول طب ممكن اعيد، انا حاسه ان انا ما كنتش حاسه بجد او حاسه ان انا هعمله ممكن. بس النقد اللي هو الحقيقي مبني على اصول وعلى حد بيفهم وعلى حد بيقول ده ك يعني دور معين او مشهد معين يعني، ده تمام. ليه بحس ان إنما في حملات بتتعمل عليك انت مخصوص؟ ده من ده يعني من زمان. ليه بشوف ان في اللي هو يعني حتى لو قلتي مساء الخير يبقى مساء الخير دي واحد. في ناس كده عايزين يمسكوا على اي حاجه معرفش يعني. ما حاولتيش تفهمي هو ليه ده بيحصل؟ هو عامه في ناس تحب تتميز انها تشتم، وتحب تتميز انها تشتم الناجح، لان هما لو يعني هيقعدوا يشتموا في حد ما حدش مهتم بيه ما حدش هيهتم، مش هيعملوا يعني موضوع فيحبوا. وبعدين انا عندي حاجه، انا ما بردش يعني معظم الوقت اي حد يقول عليا حاجه او يتكلم حتى في برامج او في يعني انا ما بردش. فهو يمكن ده احيانا بيستفز اكتر او ما اعرفش، والله ما اعرف يعني. يمكن الحمد لله هديوا شويه. ساعات بيبقى برضو في مش كل الزملاء جواهم كويس، في ناس جواها كويس قوي ويفرحوا لغيرهم، وفي ناس لا كده يعني ما اعرفش. اصل انا دايما مؤمنه بحاجه، لو حد فعلا ما بيحبش، ما انا برضو ليا ذوق وفي ناس احب اتفرج عليها وناس لا. انا اللي ما بتفرجش عليه عمري في حياتي ما اكتب عنه كلمه وحشه، انا ما بتفرجش عليه بس ما بتابعوش. فاهم قصدي؟ يعني انت حر دايما. ده اللي انت كتبتيه بعد وفاه هيثم احمد بالظبط. طبعا الله يرحمه هيثم، يعني انا لغايه دلوقتي يمكن اكتر حد بعد ابويا اتوجعت عليه لما مات بجد. كنا اصحاب في فتره، بقالي كتير ما شفتوش وحسيت بذنب ان انا بقالي فتره ما بسالش، بس انا كنت بطمن عليه من بعيد يعني عارفه شويه اخباره. بس طبعا هيثم من اكتر الناس اللي انا بحبهم جدا يعني، بحبه فعلا.